سنغافورة بلد المليونيرات، أكتر دولة في العالم تثبت لك إن مفيش مستحيل. بس تعالوا نعرف الأول معلومات عنها وإزاي وصلت وبقت مشهورة وغنية جدا كده. سنغافورة هي دولة أسيوية صغيرة جدا، بتحتل مساحة حوالي 721 كيلومتر مربع، وبتتكون بس من 60 جزيرة صغيرة بالإضافة للجزيرة الرئيسية بتاعتها اللي هي حوالي 28 كيلومتر مربع فقط. الجزيرة دي موجود شمال شبه جزيرة ماليزيا، واللي بيفصل ما بينهم بس مضيق جوهور. موقع سنغافورة المتميز ده في اقصى جنوب شبه جزيرة الملايو ساعد جدا في ازدهارها وتطورها، لانها بتسيطر على مضيق اسمه مضيق ملقا، وده بيوصل ما بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. فعشان كده سنغافورة تعتبر الميناء الاكبر في منطقة جنوب شرق اسيا، وبتضم واحد من اكتر المطارات ازدحاما على مستوى العالم. بس زمان كانتش معروفة بالموضوع ده، كانت ازدهرت تجارة التوابل جدا في المنطقة للدرجة اللي جذبت انظار المحتل البريطاني والهولندي اللي جم واحتلوا سنغافورة سنة 46، وفضلت محتلة لغاية سنة 1959. البلد كانت عايزة تنهض بس كانت فقيرة جدا، لغاية لما تولى رئاسة الحكومة راجل عظيم اسمه لي كوان يو، وده نهض بالبلاد. اقتصاد سنغافورة اتطور في عهده بشكل كبير جدا، للدرجة ان ارتفع نصيب الفرد من ايامه كان 320 دولار في السنة، انه وصل دلوقتي بقى 70,000 دولار في السنة. وده عن طريق ايه؟ ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وللبطالة وتشجيع الاستثمار واطلاق برامج شاملة لعمليات التصنيع. كل ده ادى لنهضة الاقتصاد السنغافوري والانفتاح السريع على الاقتصاد العالمي. سنغافورة فيها اكتر من لغة رسمية، فيها اللغة الانجليزية والماندرين الصينية واللغة التاميلية ولغة ملايو. ويكفي اقولك ان الهجرة لسنغافورة تقدر بحوالي 2 مليون مواطن سنويا، وهي اصلا عددها حوالي 6 مليون فقط. بس ايه اللي مخلي اقتصاد سنغافورة قوي؟ ان هو بيعتمد بشكل اساسي على مبدأ السوق الحر، وده بسبب ان فيه البيئة التجارية المنفتحة وفي شفافية في القانون وحكمة في وضع السياسات النقدية والمالية. ده طبعا بالاضافة للتوجهات الفعالة جدا لحكومة البلاد في سنغافورة في سبيل تطوير الاقتصاد الدولة من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز المالية والتوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد، اهم حاجة نبذ كافة اوجه الفساد. طبعا مش محتاج اقولك ان اقتصاد سنغافورة زي كل الدول المتقدمة بيعتمد على الصادرات والخدمات المالية وقطاع السياحة والشحن البحري وبعض الصناعات الرئيسية زي الاجهزة الالكترونية والالات، والحاجات دي ما بتتوفرش ابدا في الدول المتأخرة. ده كله ساهم في وجود اقتصاد قوي، ومعدلات البطالة انخفضت جدا وصلت لحوالي 2% فقط. بس في حاجة مهمة جدا جدا اللي خلت سنغافورة توصل للي احنا بنتكلم عليه ده، وهي اهتمامها بالتعليم والقوانين، لدرجة انها صممت سياستها على اكتشاف المواهب البشرية، وبيستخدموا اختبار تنافسي جدا جدا لضمان عدم الحصول على المنح التعليمية الا لألمع العقول واسكاه. بالاضافة طبعا للقوانين، يكفي انك تعرف ان اللبان ممنوع في سنغافورة، وده لانه بيكلف الدولة فلوس في تنظيفه من الشوارع، فالقوانين عندهم صارمة جدا. طبعا سنغافورة زمان كانت دولة مستوردة وبتستورد كل الحاجات اللي هي عايزاها، بس دلوقتي بقت دولة مصدرة. اهم الصادرات في الستينات كانت المطاط، الفلفل، القهوة، زيت النخيل، بس ده كان بيدخلهم فلوس قليل. فعشان كده مع تطور الوقت عملوا تطور للصادرات بتاعتهم، بقوا يصدروا معدات معالجة البيانات، الدوائر الالكترونية الدقيقة، المنتجات البترولية المكررة، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمواد الكيميائية العضوية. ده غير طبعا القواطع الكهربائية اللي بتتميز سنغافورة بقطاع صناعي قوي جدا فيها. طبعا كل ده بالإضافة لصناعة الخدمات المالية، لأن عندهم أكتر من 200 بنك ومركز مالي، وده ليه دور كبير جدا في نقل المعرفة والتكنولوجيا والمهارات بين الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية. من ضمن برضو الصناعات اللي تبنوها هو صناعة التكنولوجيا الطبية وهندسة الفضاء والطاقة المتجددة والمراكز الصحية. بس بسبب صغر حجم الدولة وكثافتها السكانية العالية جدا، فهي بتستورد معظم غذائها اللي بيوصل لحوالي 10 مليار دولار سنويا. بس هي عندها قطاع تعليمي قوي جدا جدا ومتطور، وفيها افضل المدارس الحكومية في العالم وافضل الجامعات. يكفي ان اقولك ان هي فيها اكبر جامعتين في اسيا، جامعة نانيانج التكنولوجية وجامعة سنغافورة الوطنية.
وتسعى الجهات المختصة باستمرار دايما للاهتمام بالتعليم العالي وتطوير المهارات دي وتنمية الموارد البشرية، لأن أهم عنصر في الدولة هو البشر. خليني أقول لك بقى إن من بين كل 5 أفراد في مليونير، يعني معنى كده إن كل واحد أنت هتشوفه ففي احتمال كبير جدا في سنغافورة إن من كل 5 هتلاقي واحد في مليونير، ودي نسبة كبيرة جدا جدا بالنسبة للدول الأخرى. بس ده طبعا بسبب إيه؟ بسبب إن هو متعلمين تعليم متميز جدا فبيحصلوا على وظائف متميزة، وطبعا بسبب قوة الاقتصاد فالوظائف المتميزة دي متوفرة بسهولة. وزي ما قلنا قبل كده بسبب ان البطالة وصل لتقريبا 2%. اتمنى يكون الفيديو فادك. لو عجبك الفيديو رجاء عمل سبسكرايب وشير لزمايلك ولايك. شكرا.